السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم طلاب الصف الثامن. Open your activity book on page number 31. Grammar, the future simple. أخذنا في الحصة الماضية قاعدة الـ future simple. حكينا we use it to talk about something that will happen in the future عند واستخدامها للـ prediction التوقع أو التنبؤ. Use the clues to rewrite the dialogue. بدنا نستخدم عندي الديالوج ما بين students and lecturer, طلاب وشخص أعطى محاضرة المحاضر. الآن في عندي أفعال بين قوسين, هاي الفعل اللي بين قوسين بدنا نشتغل عليه لحتى نحول الجملة ل future simple. بداية معطينا السؤال Will human land on Mars? Question mark. طيب نعمل سؤال على ال future simple. حكينا السؤال بنحط will ثم الverb بيكون verb one. عفوا السؤال will يليها subject ثم الverb. واضح؟ طيب لما يكون عندنا WH question بتكون ال will وراها بعد ذلك subject والverb والcomplement. بدأ لي when WH question, إذا وراها رح نذكر will. When will subject بدي ينزل humans, الverb land يبقى فعل مجرد. When will humans land on Mars question mark. lecturer المحاضر الشخص الذي أعطى المحاضرة. الآن الكلام اللي حكاه بدنا نرجع نكتبه مرة أخرى على الأسطر بطريقة منظمة وخط مرتب على الـ future simple. بدنا نعدل الأفعال, تعالوا مع بعض نحلها. Well, that's a big question. سؤال كبير. We have to be sure of two things. يجب عليك أنك تكون متأكد من شغلتين. Two things. That they travel there and back safely. طيب تعالوا نشوف السفر والرجعة بطريقة آمنة. نيجي للسنتنس, هون عندي الجملة they travel بدنا نعدل عليها, معطيني السبجكت والفير. أوكي, بما إنها الأول إشي بدي أحدد هي سنتنس ولا كويستشن. هي سنتنس جملة. طيب الجملة معناتها تبدأ في سبجكت يليها ول ثم الفعل. وين السبجكت؟ هيو السبجكت they يلحقها will, they will يليها مين؟ يليها الفعل travel. إذا صارت الجملة that they will travel there and back safely. واضح؟ that they will travel there and back safely. And that they survive on the red planet. طيب بينجو survive. Subject they يليها will, they will نحط الفعل مجرد survive يبقى كما هو. إذا صارت السنتنس تكتبوها يا مس على الأسطر بطريقة مرتبة. And that they will survive on the red planet. The first step is going to the moon. أول خطوة نذهب للقمر. This teach astronauts how to live and work on another world. هذا الإشي بيعلم الرجال الفضاء كيف إنهم يعيشوا ويشتغلوا في عالم آخر. طيب this teach بدي أحولها لجملة future. This will teach astronaut, هذا سوف يعلم رجال الفضاء. إذا نكتب الجملة this will teach astronauts how to live and work on another world. Then we send a wheeled robot to Mars to explore the landing site. بدهم يرسلوا روبوت للكوكب المريخ لحتى يكتشفوا to explore. طيب بما انها sentence جملة, اذا subject will verb, اذا تصير then we will send a wheeled robot to Mars to explore the landing site. A few years later, وبعد سنوات, it
return رح يعود to earth with a sample of Martian rock and soil. طيب it will return, سوف يعود. It will return to earth. People will eventually travel to Mars but not earlier than 2035. يعني الناس رح تسافر لكوكب المريخ ولكن مش أقل عن سنة 2035. بهيك إن شاء بهيك نكون أنهينا حل التدريب يا مس. تكتب التدريب بطريقة مرتبة على الأسطر. Now let's move to exercise number 2. Complete the lecture with the correct form of these verbs. بدنا نكملها الليكتشر الموجودة عنا بالفعل الموجود بالصندوق. Reach بمعنى يصل. Not happen لا يحصل. Study يدرس. Need يحتاج. Not be لا يكون. طبعا حكينا لما يكون عندي not معناتها بدي أعملها negative والنيجاتيف للفيوتشر بي want. In this lecture في هذه المحاضرة we فراغ the possibility of traveling between the stars عن احتمالية السفر ما بين النجوم. إذا في هذه المحاضرة رح ندرس عن احتمالية السفر. إذا مين الفعل المناسب in this lecture؟ هل we reach سنصل لاحتمالية السفر ما بين الها ولا study مين الأنسب؟ والstudy سندرس. In this lecture we will study. Will والفعل مجرد. We will study the possibility of traveling between the stars. When فراغ humans the nearest stars وعندي question mark بدي أسأل متى وصل الإنسان إلى أقرب نجم. بما إنه question إذا نضع will ثم subject after that الverb. When will humans متى humans البشرية بشكل عام الإنسان سيصل إلى أقرب نجم سيصل الفعل reach. When will humans reach the nearest stars question mark. This فراغ for 50 or even 100 years يعني هذا الاشي ما رح يحصل قبل 50 او 100 سنة. طيب ما رح يحصل اذا not happen بدي انفي بما انه not negative اذا will not اختصارها ب won't happen for 50 or even 100 years. The distance between the stars makes traveling between them difficult. يعني المسافة اللي ما بين النجوم هذا الإشي بخليه صعب السفر. Traveling at the speed of the fastest car السفر بأسرع بسرعة أسرع سيارة you about their billion hour or a bit less than 30 million years to arrive. يعني إذا بدهم يسوقوا بسرعة أسرع سيارة رح يحتاجوا لثلاث بلايين ساعات أو رح يحتاجوا إلى 30 million years. تخيلوا 30 مليون years 30 مليون سنة لحتى يصلوا. إذا you will need رح يحتاجوا إنه ل 3 billion hours. طيب besides there إلى جانب ذلك any stop along the way so the ship will have to carry everything that the crew will need for 100 years or 100,000 years. بحكي لك إلى جانب ذلك إنه ما رح يكون في توقف طويل لأنه السفينة ويجب عليها السفينة إنها تكون حاملة carry everything حاملة كل شيء اللي الطاقم الطيران crew will need for اللي رح يحتاجوه لمئات السنين أو لمئات آلاف السنين. واضح؟ اللي هي not be إذا will not be there won't be any stops ما رح يكون هناك أي توقف. واضح يا مس؟ طيب
exercise number 3 رح يكون معاكم homework. Write sentences in your notebook. اكتب الجملة على دفترك about Malik's life on a space station using the future symbol. Then write about what Malik will do on Monday and Tuesday. بدك تكتب عن مالك, حياة مالك في space station. الآن معطيني هو بالنسبة للفرايدي وساتردي وصندي, وطالب منك انك انت تتوقع, تعطيني prediction, تنبؤ ليوم الماندي والتيوزدي انه شو ممكن عمل فيهم. واضح؟ تتوقع من عندك شو ممكن عمل on Monday and Tuesday. تمام؟ الآن بفرايدي زي ما تشوفوا كل يوم معطيك شغلتين قام فيهن, واحدة محطوط عندها X معناتها نيجاتيف بدك تنفيها, واللي محطوط عندها True معناتها جملة مثبتة. واضح؟ مثلا رح أحل معك الأولى, Watch the sunset on Friday. مالك will not watch the sunset, ما شاف إيش شروق الشمس, sunset غروب الشمس, sunrise الشروق. واضح؟ ما شاهد غروب الشمس. تمام؟ إذا بدنا نعملها بما إنه X بدك تعملها نيجاتيف, ولما يكون True بدك تعملها مثبتة. تمام يا مس؟ بهيك إن شاء الله بنكون أنهينا حصة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.